خرج من عائلة اللي هي مدرسة الوطن، جانا إخبار ديال الصيانة ديال السيد. اليوم جينا واستمعنا وناقشنا مع كل المتدخلين إمكانية الرفع من الصادرات ديال جهة سوس ماسا، خاصة أنها تتوفر على بنية تحتية مهمة على ميناء عندها كل المقومات باش تحقق أكثر من الرقم اللي كتحققوا اليوم ديال الصادرات الصناعية ديال 47 مليار درهم. الميناء اليوم الطاقة الاستيعابية ديالو أكثر من 10 مليون، أكثر من 11 تقريبا، حوالي 11 مليون طن ديال الوضائع، كيصدر فقط 6.8، وبالتالي كل هذه المعطيات ناقشناها مع المتدخلين في أفق تحضير برنامج عمل ديال 2025 ديال وزارة التجارة والصناعة، كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، على أساس أنه يكون واحد برنامج عمل متفق عليه ينجز بطريقة تشاركية مع المتدخلين. واليوم بدينا من جهة سوس ماسا على أساس أنه تكون مشاورة في كل عبر كل جهات ديال المملكه، ونوجدوا برنامج واقعي قابل للانجاز ان شاء الله. دي زياره اوليه لجامعه بن زهر للاطلاع وتتبع مع السيد الرئيس المشاريع الكبيره اللي انطلقات، اللي غادي تمكن من تكبر الطاقه الاستيعابيه ديال من مقاعد، من حجرات، من صالات ديال الاعمال التطبيقيه اللي كانت في الصباح. مي الزياره اللي ديري لهذا المكان عندها رؤيه جد خاصه، لانه مدينه الابتكار ديال سوس العالمه ماسا عطاها الانطلاقه صاحب الجلاله نصره الله سيدي محمد السادس، فلابد مع السيد الرئيس والسيد الوالي عندنا الواجب باش نتبعوا هذا المشروع اللي ندعم من طرف الجامعه، ندعم من طرف الجهه بقوه، ندعم من طرف الشركاء الاجتماعيين كلهم في المشاريع الملكيه كلها. غتكون عندها واحد الزياره جد خاصه باش نتاكدوا بانه الانطلاقه غاديه في الطريق ديالها. الحمد لله هذه الزياره ديال هذا الصرح اليوم بينات بان هناك عمل جبار، هناك استمراريه. الانطلاقه تعطات في 2020، هناك عمل جبار اللي عاود حنا والشركاء الجامعيين لابد من دعموه، وندعموا الناس اللي تيتبعوا الحكامه من الجامعه، من الشركاء ديالنا، باش هذا العمل هذا يكون عنده واحد النمط، واحد النموذج اللي يقدر يتعمم على الجامعات كلها. لان كاين مجموعه ديال مدن الابتكار اللي منذ سنوات 2012 2013 اللي بدات، ولكن مدينه الابتكار ديال سوس ماسا كان عندها السبق في الطريقه ديال الحكامه ديال هادشي، واستطاعت تجاوز بعض العراقيل الطفيفه، ودابا تيبان بان هناك انطلاقه. فلابد الزياره تكون كذلك مجال لاخذ التجارب والتبادل ديالها وتعميمها على الصعيد الوطني ان شاء الله. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.